Catherine, how are you? Fine. Hanadi, my sister. Hi, I am Catherine from London. Bonjour, Hanadi من سوريا. فادي بدك شيء؟ بدي وين رايحة؟ عندي شغلة ضرورية كتير لأنه رفيقتي الأنتيم عم تنفصل عن الشخص اللي بتحبه. بقى قلت لحالي لازم أكون معه بهالأوقات العصيبة ولا لا؟ قلت لك ترجم لها. فادي, what happened? Nothing. Sit down. She said you are so cute. Thank you. عملت لك أحلى كاسة شاي أخضر. تفضلي. يعني هلأ أنت مو نازلة لتحكي مع الدايم؟ مستحيل. ما عاد أحكي معه ليبطل زهرة من الفريز تبعه. هذا قرار نهائي. وإذا بتريدي رانيا لا تحاولي تراجعيني عن هذا القرار نهائيا. لك ليش نازلة لعنا؟ مشان أشرب نسكافيه. مش معكم نسكافيه؟ نحن اللي عنا نسكافيه بس انتي بتعرفي العينتين ما نعطوا عني. ايه ليش بقى؟ لتكبري لك يمكن شي سنة. لا وانتي الصادقة كافيين يعني منبهات يعني قلق يعني توتر يعني ما في نوم يعني ما في تركيز يعني ما في بكالوريا وكل شي الا البكالوريا. انتي ليش بتشوف القصص من هالزاوية؟ ليه ما بتطلع على الشي اللي عم يعملوه اهلك من الزاوية الايجابية؟ زاوية ايجابية؟ هذا كله ما له غير اسم واحد, حشر بالزاوية وحصار. والله انك عايشة بنعمة مانك مقدرتيها. شايفة هذا الحصار اللي عم تحكي عنه؟ انا متمنى اعيش مثله. يي مجنونة انتي؟ كش برا وبعيد يا بنت. بالعكس, في احلى من انه الواحد امه وابوه يخافوا عليه. انا بتمنى انه امي تعمل فيني ربع اللي امك عم تعمله فيكي. بتعرفي انه ابي يمكن ما بيعرف انا باي سنة بالجامعة؟ رنوشة, عن جد ابوكي ما بيعرف انتي باي سنة بالجامعة؟ ابي ما بيعرف شي, حتى ما بيعرف شو في بكرة. ليه شو في بكرة؟ سارة,
بكره شو بيكون؟ امبلا بكره اخر الشهر. ساره اخر الشهر صار مناسبه؟ بكره بصير لي بعرفه لتيم سنه واربع شهور وثلاث ايام. ممكن تنسي لي تيم شوي؟ يعني ما في حدا عندك بحياتك مهم غير تيم؟ يعني مو ضروري اهم منه بس مهم مثله. فيني اتصل بصديق؟ لا ما في داعي تتصل بحدا، انا رح اقول لك من الاخر. بكره عيد ميلادي. شايفين حبيباتي هيك كتالوج جديد، هذا في احدث اقراص 2011 ماي هدي لي بالك شوي. ايه بس كيف انا بالفون؟ كاري دي جرادي ولا ليف ولا كيبل ولا شو؟ مين بعت لك حمى شو بتشبه ولد جو؟ يخلق من السماء 40. مايا مايا شوفي لي شو رايك بهذا الموديل؟ مو بجنن؟ لا تو ماتش اوفر لا. في موديل كثير حلو كمان، ايه هذا هو. حلو. الي ولا الي؟ لا طبعا الي. لا انا نوي لا حبيبتي لا. عفوا دي موديل مايا، دي موديل ميديا، ميجا كيجا درايف. رح معك. انا بس بدي افهم شو بدكم انتم بالضبط لحتى اقدر ساعدكم. بدنا نعمل تغيير لوك جذري كامل، يعني قصة الشعر، لون، ميك اب، يعني بدنا نطلع بالمراية وما نعرف حالنا. لا 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 مايك مو لهالدرجة، يعني أنا ممكن خليك تطرف لي شعري شوي، ممكن خليك تعملي كم خصلة غامقين، بس أكثر من هيك لا. يا ماي ماي. أيوة مدام وفاة. أنا قلت لكم دقيقة حيوفوا أمانة. ما إله ثلاث ساعات على وشي ما خلصت. طيب أنا رح أوقفكم على القهوة لبين ما تعرفوا تدوريني. يا ريت. حقيقة. شباب ليش غيرتي رأيك؟ متفقنا نشقلب اللون؟ كنتي مفكرة إنه هيك رح تنسي؟ بدي طالع من حياتي، بدي أطلع من ميديا، أبطل أفكر فيه وأشتقله. إيه بس هو هون قاعد، يعني قد ما غيرتي له لون شعرك وقد ما لعبتي بالميك اب رح يضل هون. مايا مشان الله، كل ما بتذكر منظره وهو عم يجر عربات الشناتي وهي مشان قلته بجي لأختني أموت. امشي معي بدي أخذك مشوار. لوين؟ حابة امشي انا وياكي. ايه وماي ماي احب مع القلب ويرجع ما يلاقينا هون امشي. رنوشه انت بتعرفي قديش انا بحبك وقديش انت غالي علي مو؟ بعرف. وبتعرفي قديش انا يعني يعني شفافه وبحس فيكي، انا اكثر وحده بالبيت بحس فيكي. واضح. يعني شو كمان بدي اقول لك؟ ايه انت بتعرفي انه انا لولاكي ما بخطي عتبه هذا البيت. اكيد. يعني انا طالبه بكالوريا ولا على طالب البكالوريا من حرج وجل من لايسها. عادي عادي ساره منا مشكله. يعني اذا اهلي اللي هن اهلي من 10 سنين ما سالوا عني. انكترت بعتني لك حوالي بعتني لك مصاري. أنا ما كنت نسياني، أنا كنت عاملة هيك قصدان. قصدان؟ شو قصدان؟ يا الله مشان الله ما تزلقيني، هلا إذا عرفوا إني قلت لك رح يقولوا عني قرارة وسارسارة. عرفوا؟ قرقرة؟ شو قليلي قليلي ما بحكي قليلي شو؟ بتوعديني إنك بتتصرفي وكأنك ما بتعرفي شيء. خلص وعد يلا احكي بقى. يا ربي دخيلك أنت شاهد، والله أنا ما كنت بدي إلا بس هي. يا ربي أنا المسؤولة يلا احكي. أوكي. صبايا عم يحضروا لك حفلة عيد ميلاد. شو؟ ونحن قصادا عملنا هيك ومثلنا مشان ما تعرفي. نجلاء انت شو جابك لهون؟ انا بعرف انه اخر وحده بتتمني تشوفيها هي انا. او اذا بتعرفي ليش اجيتي؟ في موضوع مهم حابه احكي معك. انا وياكي ما في مواضيع نحكي فيها، ولا تعملي لي شوشره قدام الطلاب. انا ورامي تركنا اساسا، انا وياه ما كان في شيء بيناتنا، يعني لاني عم بحكي معه ولا لاني عم شوفه. اطمني. بعرف بس انا مشان هيك بدي احكي معك، ممكن تعطيني شوي من وقتك؟ ماشي تفضلي. شو خطر على بالك تجي لهون؟ ما بعرف حسيت انه تغيير.
بعدين طلعي على المكان الشام الجديد هنا، بس طلعي على المكان هي الشام القديم. إذا بدك دائما نصير نجيبها. إيه ليش لا؟ مين؟ هذا كأنه فوت خارجي. فجيني؟ هذا رقم من مصر. مصر؟ إيه. ألو. أهلين جود. كيفك؟ لا أنا منيحة، أنت منيح؟ إيه. بلشتوا؟ ايه وانا كمان رح بلش. ايه ماشي. طيب اوكي اوكي. وانت كمان دير بالك على حالك ايه؟ ولا تطول علي. اوكي. باي. باي. بتعرفي انه كل اللي قاعدين عارفوا انك عم تحكي مع جود؟ عن جد؟ حسيت على حالي. ما قال لك ليش ما اتصل فيكي من وقت اللي وصل؟ بتصدقي؟ حتى انا نسيت اساله. بتعرفي بمين ذكرتيني وانت عم تحكي معه؟ بمين؟ بسارة السرسارة. لا لا بس كانت ناقصتك كلمة يا ور قلبي. هو ناقصه شنطات الجيتار. رامي بيكون ابن عمي اللزم، طبعا اهلي قرروا يجوزونا بعض بدون ما يسمعوا رايي. يعني انت ما بتحبيه؟ انا مو بس ما بحبه، انا بتمنى الارض تنشق وتبلعه. هلا انت بتتمني الارض تنشق؟ بعرف انا شو بدك تقولي، ومعك حق تسالي حالك مازال انا ما بحبه ليش عملت كل هالثوره عندك بالبيت. بس لكون صريحه معك، هاي الفرصه اللي اجتني فرصه ذهبيه ما بتتعوض، فما قدرت ما استغلها. فرصه؟ اي فرصه؟ علاقة رامي فيكي هي الفرصة الوحيدة اللي خلتني اقنع اهلي نفسخ الخطبة. بس رامي قال لي غير هذا الكلام. بعرف انه شو ممكن يكون قايل لك، طبعا قايل لك اني انا كثير دبقة ولزقة، وانه لما كنا نحن وصغار كنت اترك كل اولاد الحارة والحقه، وبعرف كل القصص اللي ممكن يكون حاكي لك اياها، لانه مو انت اول وحدة بتحكي لي هذا الموضوع. يعني بصراحة انا ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني عن جد انا كنت حاسسكم كثير منسجمين ومتفقين وحسيتكم بتحبوا بعض. يمكن هذا الشيء اللي خلاني انا بعد عن رامي. حبيبتي كنتي رح تبعدي هلا وبعدين. رامي هذا هو من لما كان صغير هو هيك، اي بنت بشوفها بحس للحظه انه هو بحبها وبده اياها. طيب انا شو علاقتي بالموضوع؟ يعني انت ليه جاي لعندي انا بالتحديد؟ انا جاي اتشكرك لانك انقذتيني قبل ما يحكموني مؤبد، طبعا هذا اذا ما كان اعدام. سميحة أنا من كل قلبي بتشكرك، لأنه الشيء اللي أنتي عملتي أنا بعد 10 سنين ما بقدر أعمله. يمكن لو ما طلعتي بحياتي كان أكيد رح أهرب يوم العرس. طبعاً أنتي فهماني أنا شو بقصد بهذا الحكي. إيه أكيد. الحمد لله اللي صار هيك معناها. بس حابة أسألك سؤال قبل ما أمشي. إيه اسألي. رامي سألك شيء إذا بتحبي المجدرة ولا لا؟ هي هي علينا نجلة، قلت لك لما تفتحي معي هذا الموضوع. يلا قومي عندي محاضرات. مفاجأة. أهلين سارة. سموحة حبيبتي. بدي خلص روحي وين ما بدك قولي لأمك إنك كنتي معي. لا أنا ما بدي روح على محل. أنا إيه قولي سارة شبكي؟ أنا خبصة كتير كبيرة. لا تاكلي هم بنوب. تيم بحبك كتير ورح ترجعوا لبعض، وشو ما خبصتي رح يسامحك لأنه قلبه كتير 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 كبير. باي. رانيا ناطرة الحفلة اللي محضرين لياها بكرة، بس الكارثة إنه الكل نسيان القصة. عم فكر بكرة أروح على حلب. قال يعني عم تموه على أساس بكرة امبوسيبل. شو نسيانة بكرة؟ شو في؟ معقول هنادي تزلق هيك زلقة؟ ما هي لا بالعادي، هنادي أسكى من هيك. لا مو نسيانة، بس أنت بتعرفي وضعي مع ماما سميحة.
انتصار لازم تحلي القصة، لازم تقولي لأمك إنك عم تشتغلي. والله مو علقة مع الأنتي فريدة. لك إيه بدي إلا بس يعني بخاف، كيف بدي يعني رسبت بمادتين؟ يعني من الآخر لأمتى بدك تضلي تكذبي على أمك؟ سؤال جواب. للاقي الحل المناسب بطل كذب. صحيح، ميديا ليه ما عم تاكل؟ تعبانة شوي. لساتها متضايقة نو؟ بارح شفنا فادي وهديك البنت بالشام القديمة. كاترين؟ كاترين؟ والله اسم كاترين كتير حلو. طبعا حلو، على الأقل أحلى من اسم سميحة. سوري سوري جم اكسكوز سميحة، كملي أكلك عادي إن شاء الله صحة. بس يا جماعة عن جد معك فيني اسكت، يعني أنا دائما دائما بنحرج وبنخزى، بيسألوني مع مين عايشة، بلون عايشة أفيك ميديا مايا رانيا، كلهم أسماء كلاس إكي يعني، ومين كمان بلون سميحة ما حلو أبدا. اوكي اوكي انت اليوم قبل الظهر وين رحتي؟ هي ناقصة حدا على فكرة. ايه انا ما عم افهم هنادي ليش بدها تفقس للقصة. احسن شي لقيلي شي سيري تاني قبل ما تخبص لها شي خبصة. دايما صحتين فاضي. شو نسيتيني قلت لك من الصبح اني رايحة ادفع فاتورة موبايلي؟ لا ما نسيت. معقول يصير معي الزهايمر؟ دايما يعني بدهم يروحوا يخططوا بمكان تاني. انتوا ليش ما بكون تحكوا قدام هنادي؟ ليش يعني؟ لأن اخته واكيد رح تكون من صفه. ما بعرف، انا سمعت عم تحكي معه الصبح على التليفون وما حسيت واقفة معه، حسيت واقفة ضده باللي عمله. ايه شو بيفرق اذا كانت معه ولا ضده؟ ميديا هلا انتي بتحبي لفادي؟ أنا كثير مستغربة وماني مصدقة إنه فادي ممكن يعمل هيك شيء. فيكم تجيبوا اسمه قدامي؟ يعني مو قدراني اسمع اسمه. بتعرفي ميديا؟ أنا مرة قريت بكتاب لتتجاوزي أزمة عاطفية وتنسي الشخص اللي حبيتي حاولي تنتقمي من الأشياء اللي هو بيحبها. ها وشلون بدنا نوصل للأشياء اللي هو بيحبها؟ ها 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 اسمعي لقلك ميديا، هلا بتقومي على الغزانة وبتطلعي قطعة تياب كان بيحبها كثير عليكي، وبتذكرك بعلاقتك فيه، وبتذكرك انه هي المشاعر اللي كانت بينك وبينه، وبتشقيها 100 شقفة. مين هالفهمان اللي كاتب هالكتاب؟ نسيت. ايه وانت قلتيها. شو رايكم بهذا الفستان؟ لا لا ما حسيته خرج. شو عم بتقلي خدي البسي؟ يعني اذا ما بكون تاخده برايي ليش عم تسالوني؟ يي شو بدهم يهدوني قطعة تياب ملبوسة؟ العمى والله بيعملوها. خلصنا خناق انت وياها؟ شوفوا لي هالبلوزة، هاي ما عاد بدي البسها، ما رح ازعل عليها. بحياة الله، كمان مستخسرة تنقي لي قطعة تياب جديدة؟ منا مشكلة، بعرف اتصرف معكم. صحاب آخر زمان. شو رأيكم بهاد؟ هاد بحبه عليكي؟ ما بتذكر ولا مرة شافني لابسته. ايه معناها ما بيمشي الحال؟ إذا كل القصة مو فايتة براسي، شو ها؟ في حدا عايب الدنيا بشق قطعة من أواعي مشان ينتقم من اللي بيحبه، شو جنان؟ يا ستي أنا حرة وبدي شق أغلى فستان عندي. لا 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 تشقي هذا، هذا كتير حلو، بعدين ما شافك لابستيه. يا الله أنا ليش هيك بلا حظ؟ ما عم لاقي لا قطعة ولا فستان شقه مشان انتقم منه. شو رأيكم بهي الشحاطة؟ إيه لا بقى، شحاطة؟ أنا بدها تهديني شحاطة وملبوسة كمان؟ شو شايفتني شحادة؟ بعدين ما بتعرف انه نمرة رجلي غير نمرة رجلها؟ خلص مانا مشكلة، انا بعرف وصل لهم فكرة انه يشتروا لي هدية على مزاجي. ايه هنادي شو وينك؟ بدي شوفك ضروري. ايه؟ لا حبيبتي عالبيت ماني فاضي اطلع. اختي شو في عندك؟ طيب ليكي شو؟ مثل ما ميديا رفيقتك انا اخوكي ومن حقي عليكي انك تساعديني. قررت اخطب.
قررت اخطب واللي بده يصير يصير. ماشي باي. ميوشة بابا بعت الحوالي، انا رايحه اقبضها وانزل على السوق. ايه الحمد لله. بتعرفي كنت هيك مشتهية شنطاي جينز كبيرة زرقاء هيك ازرق سماوي، انا ما بحب الازرق الغامق، فيها سحابات كتير وجياب كتير. والله مزوقة. بعدين اذا لازم تعرفوا انه انا عبالي اشتري كمان بوت رياضة ابيض وما عليه ستراس. بتعرفي شو نمرة رجلي؟ ستة وثلاثين. أنا رح روح. إيه روحي الله معي. أنت رح تنسي؟ أوف، يعني ضرورية هلأ سفرة تيمو عالضيعة؟ عن جد مو معقول هالزلمة، كل ما بعتازه ما بلاقيه. يا ربي شو بدي أعمل هلأ؟ ما ضل في وقت. لقيتها. رانيا مو هون؟ برافو عليكي، نزلت من خمس دقائق. ايه الحمد لله، انا اصلا استنيتها لحتى فلت وجيت لعندكم. طالما ما بدك رانيا ليش عم تسالي عليها؟ ميوشه انا عندي وقت صغير. احكي شو عامله؟ ضربتي الهاردوير؟ يعني اكثر بشوي. حاكي مكالمات دوليه؟ هيك لا لا وحياة الله مو هيك، لا يعني اكبر بشوي صغير. لك انا اعترفي ما بعترف غير قدام البنويت. البنويت؟ طيب الله يعين البنويت على هالجيره. فوتي. فتت. معقول يكونوا حسوا اني عم لمح لهم على الهديه؟ طيب مو احسن ما يشتروا لي شيء مو لازمني؟ ايه هاد شو عم يعمل هون هو وياها؟ قلتي لي بدنا نعمل لها حفله عيد ميلاد نفاجئ فيها. فكره حلوه مو هيك؟ لا مو حلوه. لك معقول تكونوا نسيانين حفله عيد ميلاد رفيقتكم رانيا؟ اي رانيا رانيا عذر فيها لكم يا عبي شو عليكم يا حبيبه الخبز والملح فيكم. لسانك ما بيفوت لحلقك، القصه ما لها علاقه بالنسيان، القصه لها علاقه بظروفنا. ايه مزبوط. بس انا كثير زعلانه عليها لرانيا يا جماعه، حاسه حالها لحالها، حاسه حالها وحيده. والله شو يعني اذا انت يا جماعه بدكم تعملي حفله على حسابنا؟ بتعرفي هيك حفله قديش بتاكل وقت؟ انا اذا بجند المؤسسه كلياتها وبجند لينا وقشره مثل ما بيعرفوا يعملوها. وين بدك ديكور؟ بدك زينه؟ بدك جاتو؟ ايه. انا بساعدكم. انا مسافره على حلب. الله معي. انا ما بقدر الغي حفله عرسي بنوب. مو عرسي عرسي يعني العرس اللي انا متكفله فيه مؤسستي. الله يوفقك. وانا مصدومه عاطفيا وما عندي مود ابدا للحفلات. الله يكون بعونه. شدي حالك شوي. يعني هلأ شو؟ يعني الله معك. يعني مثل ما وردتي حالك بتنفدي حالك. ورانيا؟ أنا كنت حاطة ببالي إني رح أبعت لها مسج معايا ده من موبايلي من حلب. SMS مسج؟ معقولة يا جماعة؟ معقولة هي رفيقتكم رانيا مسج بتبعتي لها تعيديها بعيد ميلادها؟ خلاص سلكتينا. إذا كتير كتير يعني زعلانة عليها عملي لها أنتي الحفلة. أو شوفي تايم بركي بيساعدك وتعملوا اثنيناتكم عيد ميلاد مو؟ بيكون أحسن. فكرة حلوة كتير. ماشي. يا علي عليك يا ميديا، أنا كيف بدي إلا؟ ما رح أقدر زعلها وأكسر بخاطرها، على الأقل تمرق حفلة بكرة. يا ربي سامحني، أنا مو شريرة بس ما بدي إياها تزعل وما بدي تفقس الحفلة كمان. يا الله عن جد أنا مو أنانية، بس شي مرة جاي عبالي حس إنه في حدا مهتم فيي. عيدي لشوف أجين كاني أنا ما سمعت شي. أنا
بدك ياني اعمل عيد ميلاد لرانيا وهون عندي بالبيت؟ وشوفي يا ماما، هي خدمة انسانية والله العظيم. اذا بتساعديني اعمل حفلة عيد ميلاد هون، لحتى ما خليك تمدي ايدك على شيء، لحتى اجلي واطبخ ونظف البيت، واذا بدك بفرم بقدونس. يغزي العين حولك وحواليك. شو شاطرة ماما، توبري قلبي من شاني. والله العظيم اذا بتسايريني هالمرة لحتى ادرس لك الليل مع نهار وغير طب او صيدلة، لا تقبلي. موافقة هنجر؟ يعني عن جد نعمل حفلة لرانيا هون؟ موافقة إذا بتجيبي لي علامات دخلك طب أو صيدلة. مو بس بعمل لك حفلة لرانيا ولميديا ولسميحة، وإذا بدك كمان بعمل لك حفلة عيد ميلاد لتيم. منيح هيك؟ يعني ماما أنت كيف بدك يعني أنا فوت طب أو صيدلة وأنا عم بدرس أدبي؟ قولي لحالك هالحكي بدل ما تضيعي هالوقت الفاضي بمنظمة اليونيسيف. فوتي قري لك كام كلمة ينفعوكي. ماشي الحال يا ماما، هالمرة أنا رح أضرب لك عن طعام. بيكون أحسن. شوفي شلون سمنانة، لكي كرشك شلون طالع. بعرف إنك متضايقة، وبعرف كمان إنه فادي هو أخي وأحتي مالي يكون غلطان، بس كمان يلي بعرفه إنه القصة كلها ممكن تكون سوء تفاهم بسوء تفاهم. سوء تفاهم؟ وخاتم الخطبة يلي كان عم يشتري لي شو اسمه؟ طيب ليش ما اتصل؟ ليش ما حكى شيء؟ ليش ما عمل اي شيء يبرر موقفه؟ انت بتعرفي فادي هو حدا ما بيحب يبرر ولا بيحب يفوت بهاي التفاصيل، وخاصه اذا كان بيعرف حاله مانو غلطان. الشهاده لله، ابدا مانو غلطان. بعدين فادي اخي وانا بعرفه اون جينيرال، بعرف كيف يفكر. تو سامبلومون بيكون هو قال لحاله انا عندي شركه سياحيه وهي عندها شركه سياحيه، ففكروا اكيد يعملوا شغل مع بعض. بحس حالي كتير شريره وانا بعرف الحقيقه وما عم احكي. يعني ما بيحبها؟ يا الله عليك يا ميديا، شو مهضومه؟ ليش هو شايف بالدنيا حدا غيرك؟ لا انا لازم احكي يلي شفته ويلي بده يصير يصير. يا الله، بركي عملت ميديا بحالة شي، بركي انتحرت فقست الحفلة. لا لا، أحسن شي ضل ساكتي. شو بكي؟ لك والله حلوة بتجنني، بتاخدي العقل. خلصي يلا. ايه بعرف بعرف. شو رحي؟ عنا اجتماع بالمحطة. فطرتوا؟ فطرنا وسبقناكي. يلا باي. يلا باي. اقولوا انه رايحين جيبوا الهدية. الله الله الله، انتو كمان رايحين؟ ما بدكم تفطروا؟ نفطر بس بالمكتب احسن. رنوشه نحن شفتك، انا اليوم طالعه بوشي على حلب، يعني ما رح اقدر اشوفك بعد الدوام. بدي وضعك لانه ما رح اشوفك بعد بكره. قصدك بتشوفيني اليوم بعد الظهر بالحفله؟ انت رايحه شي محل اليوم؟ يمكن ايه ويمكن لا. لا ايه اوكي مثل ما بدك. باي. طبعا رح اطلع، لكن كيف بدهم يجوا يزبطوا البيت ويزبطوا السفره؟ سنة حلوة يا رنوش، سنة حلوة يا رنوش. شو حبيبتي لساتك زعلانة؟ ايه لساتني زعلانة، وإذا جاي تعزميني على الأكل فأنا ما بدي آكل لأن لساتني مقدرة على الطعام. تيم وينو؟ مانو هون بالضيعة. أكيد؟ إيه أكيد، مبارح كل الليل وأنا كنت عم بحكي، قصدي مبارح يعني آخر الليل حكيت معه كم دقيقة. يعني الشام أمان؟ إيه الشام أمان. امسكي لك، هي 1000 ليرة، بتنزلي أنت ورانيا على السوق، بتشتري لها هدية، وبعدين بتطعميها قطعة جاتو، وهيك بتكوني احتفلتي بعيد ميلادها. جاتو؟ إيه بس يعني. غير رأيي ها؟ لا 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 لا، هاتي هاتي، شو بهون مناح. تعرفي ماما انت شو عملتي بتضلي طيوبه، بس لو عملتي لي عيد ميلاد لرانيا لك انت احسن ام بالعالم. لك روحي افطري قبل ما تنزلي. والله ماني قدرانه ماما، شبعانه كثير لانه مبارح كل الليل وانا عم بهرش بهدول. صحي ماما، لك الله يوفقك لي، يا بابا جبنا منهم كثير كثير طيبين. عم اقول لحالي
بنتي وبعرفها اكثر من نص ساعه ما فينا تضرب على الاكل. قال شو سميحه رايحه على حلا وماي وميديا عندهم اجتماع. بلكي هن عن جد عندهم اجتماع يعني انت ليه كثير متاكده انهم عم يكذبوا لك ولا جبه؟ شو نسيتي انه انت يلي قلتي لي عن موضوع الحفله يلي عم يحضروا لي اياها ليفاجئوني فيها؟ ايه مصدقه انت ارجع عندي افتح الباب وهيك ضو الضو فجاه ويبلش التصفيق والتصفير وتنزل على راس البوالين. يلا سارة قومي بلا ما نتأخر يلا. أرى المشهد أمري قلبي بدي أعترف لك اعتراف. بعرفي سارة أنا كتير فرحانة مو بس فرحانة طاير عقلي من الفرح كمان. لك هي أول مرة بحس إنه في حدا بهالدنيا عم يحس فيني. هدول الصبايا عن جد رفقاتي. لا مو رفقاتي إخواتي. بتعرفي مو بس إخواتي عن جد عن جد الصبايا عيلتي ودنيتي كلها. كنت بدك تقولي لي شي صح؟ لكي انا رايحه. ايه وين رايحه؟ ما بدك تحضري عيد ميلادي؟ والله يا رانيا ما بقدر. اذا عرفت امي لتفرمني فرم. يي هلا دقرت على هيدي الساعه. انا رنوشه انت بتعرفي انه امي ما بتخليني لانه انا عندي بكالوريا وانت بتعرفي شو يعني بكالوريا وانا ماني ملحقه المنهاج ولسه ما مطولين لحتى نفوت الفحص. ساره شوفي احكي لي ليكونوا الصبايا. لا انا ما حكيت شيء. ما قلت شيء. ما تقولي لي شيء انا ماني حكيته. ليكونوا منن حاكين مع تيم وعزمينه. شوفي اذا بدك انا بتصلوا بعزمه. لا مو هيك. لكن حاج دلال مساء الخير انسي رانية. اهلين ادري. شلونك انسي سارة؟ شلون الاستاذ تيم؟ منيح تيمو. لك كنت معدي من هون بالصدفة قلت لحالي بطلع بشق على بنت جيراننا الانسي سميحة لانه الله والله ما تدرى خالته فريدة انه انا كنت معدي من هون بالصدفة ما طلعت شقيت على بنت جيراننا الانسي سميحة. يوم والله لا تزعل مني ميكين. لا كله الا تزعل منك خالته فريدة. تفضل ادري فوت. يلا خدوا لنا الطريق. ياي ايش كني ما في حدا؟ ميدو نيوشي. طب هنادي سميحة سارة شو وين الحفلة؟ ياي حفلة؟ لك ليش ما خبرتوني؟ مشان اعمل حسابي كنت لبس طعم السموكين وارتروا على الحجي. سارة انت متأكدة انه قالوا لك حيعملوا الحفلة جوا بالبيت؟ رنوشة يعني هو 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 ما في حفلة. منيح ما في حفلة. منيح اللي ما تعذبنا ولبسنا البدلة. شو ما في حفلة؟ ما في حفلة في البيت ما هيك سارة؟ لا بالبيت ولا برات البيت رانيا. ما حدا منهم بتذكر عيد ميلادك. بس انت قلتي لي انا كذبت عليكي. خلاص كذبت عليكي. هذا هو بقى العذر الاقبح من ذنب. والله ما تدرى خالته فريدة انه بنت سميحة نسياني عيد ميلاد رفيقة الانسة رانيا. والله لا تزعل من صمصومة قلبة ميكي. رنوشة مشان الله تقبريني سامحيني. والله العظيم حاولت اقنعهم انهم يعملوا لك حفلة عيد ميلاد بس ما حدا منهم فاضي. هدول مانن اخوات مانن رفقات. كل واحدة منهم راكدة ورا مصالحها وانا يا الله. ايه ماما رانيا. ايه رانيا معي. نجي هلا فورا. شوفي ماما يلا فورا جايين. ماشي يلا. كان معقول يخطر على بالك انه ننسى يوم عيد ميلادك؟ يعني كنتوا بتعرفوا؟ طبعا. طيب ليش ما خبرتوني؟ يعني ليه خبيتوا علي القصة؟ لانه ما كان في غير هي الطريقة لحتى نخلي الموضوع سر وما حدا يعرف فيه، مو هيك خالي ام سارة؟ ايه طبعا، بنتي وبعرفها. وانا عم اقول لحالي ليش بعتيني مع رانيا وقلبك مطمن؟ مو تاري الاستاذ تيمو هون ولا كذاب وعلى اساس انت بتضيعه؟
طالما حماتي قالت لي بتروح على الضيعة معناتها بروح على الضيعة. اي بعت لك حما كلمة حماتي شلون طالعة من تمك مثل السم. يا هيك الرفقة يا بلا، والله بكيتوني. ايه بدنا ناكل جاتو؟ هلا مو وقت البكي، خلونا نشغل الشموع. لحظة، يعني قبل ما تشغلوا الشموع في شي حابب احكيه. ميديا؟ يعني أنا أول ما شفتك حسيت إنه في شي بهاي الحياة بيسهل إنه الواحد يعيش من شانه. يمكن ما أكون الشاب يلي بتحلمي فيه، بس بوعدك صدقيني إني أكون الشاب يلي رح يعمل كل جهده لحتى يحقق لك كل أمانيك. بتقبلي تكوني شريكة حياتي لآخر العمر؟ يا بعلى الله، يا بعلى الله، إلا بدكم تبكوني. أدري هلأ مو وقت البكي، بس بدي أفهم أنت مين عزمك؟ لا يا ليش أنا بده مين يعزمني؟ أنا بدي عزيمي أنا؟ إيه والله والله. وسيدك لا تكمل، ما تدرى خالته فريدة إنه عيد ميلاد رفيقة بنتها سميحة اليوم وما حضرت، والله لا تزعل مني. ماكن. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي كل شي بحياتي تغير بلحظة، وصار كل شي جديد بجديد. Good morning فوفو. فادي انت بشر غير عادي. هذا أول صباح بيمرق علينا ونحن مرتبطين. أنا كتير متفائل. شو من شانك؟ وأنا كمان. أنا كتير مبسوطة اليوم ومتفائلة. صرنا زمان ما اجتمعنا وشربنا قهوة مع بعض الصبح. إيه عن جد زمانه. بس نحن كمان ناقصين. يعني ميديا ورانيا وينه؟ رانيا عم تاخذ محاضرة مع الدكتور يمان وميديا نايمة مثل العادة. رانيا عم تاخذ محاضرة عن الدكتور يمان؟ تخبي يا ماما، معناته ولا بس تجي قلنا محاضرة غير شكل. حرام عليكم، خفوا علي للبنت شوي. ما حكينا شي غلط، هي غلط بغلط. ايه انا بشهد مع هنادي، لانه رانيا كل ما بتاخذ محاضرة بتجي بتطبقها علينا. مو بدكم الحقيقة؟ رانيا ما بتآمن بكل هاي النظريات. يعني إذا واحدة منا بس غلطت معها بتنسى الطاقة والدكتور يمان ومركز التواصل وبتاكلها بسنانها. بلشتكم بالجرم المجهول، عم تشربوا قهوة بدوني وعم تضحكوا كمان. يلا حكولي بسرعة شو كنتوا عم تضحكوا؟ صدقيني مو عليكي. هاتي لشوف حكي لنا شو إحساسك باللحظة الأولى بأول يوم خطبة لإلك؟ احكي لنا. يعني ما بعرف، عادي ومش عادي. كيف يعني؟ بلا شو هلا اخي انا صار عادي. هلا هنادي بدك تعتمدي، انت قاعده معنا كرفيقه ولا بنت حماها لميديا؟ لا هي ولا هي، انا عايشه معكم بصفتي ديريكتريس، يعني المديره تبعي. ومين تتري البسي احسن ما ينخصم عليكي؟ ها والله يا سميحه، على حساباتي انا هذا الخصم اللي صار قدامي، يعني باخر الشهر انت اللي تدفعي لهنادي. تماما، شيليني من قصة الراتب، بجوز ما قبضوا لاش مريحته.
ميدو هلا هيك بدك تمرقي الخطبه على الفاضي بدون ما تعملي لنا حفله مطنطنه؟ اكيد بدي اعمل حفله مطنطنه بس على الزواج، والله لاعمل احلى حفله واعزم عليها كل الوسط الفني العربي. اكيد هذا فادي جاي يصبح علي وجايب لي باقه ورد. ايه لحظه لك، هي اللحظات التاريخيه ابدا ما لازم تروح هيك، لازم كلها تتصور. قوموا لكم نو أني سربرايز. ميت السلامة يا ميت، أهلين وسهلين، دارتنا البركة. شوفي الورقة البيضاء، هي عبارة عن حياتك، شخصيتك، طفولتك، ذاكرتك، اللاوعي تبعك. يعني مثلا بيجي البابا بكتب على هاي الورقة كلمة خوف، كمان بتجي ماما تكتب هاي الكلمة انفعال، بيجي جو المحيط ورفقاتك كمان بيكتبوا على هالورقة، والكل رح يكتب على هالورقة. بس خلاص هذا اللي انكتب على الورقة تثبت حبيبتي، صار جزء من حياتك. دكتور هل قصدك انه نحن عن جد بنخلق تماما مثل الورقة البيضاء؟ اوف كورس، بالضبط. الواحد وقت البولد بيجي مثل الورقة البيضاء، ما عنده لا مهارات مكتسبة ولا انفعالات. مثلا هلا ام بدها تدخل ابنها على غرفه النوم مشان ينام، شو بتقول له؟ بتقول له ماما رح اطفي الضوء، نام بس ما تخاف من العتمه. هون بيكون عطته معلومه باللا شعور انه العتمه بتخوف، وهو بقاموسه ما عنده كلمه خوف. طب هون شو دور علم الطاقه والاستشارات النفسيه في تصحيح هاي الورقه؟ جمعتنا الصدفة وصرناها، جمعتنا وصرناها.